رمضان كريم. أخوكم جلال اليوم في العدد الثاني لولاية تلمسان، راني أمام قصر المشور مع جوهرات وجواهر تلمسان. كلامك لويز، لكن مادام أنا الحديث على لويز، أنا عادة نطرح ثلاث أسئلة، اللي يجاوبني على الأسئلة نعطي له لويز. لكن من بنات تلمسان مرأة وفتاة من لويز، علاش لويز؟ سيدتي مساء الخير، رمضان كريم. مساء الخير، رمضان كريم. كل سنة كل عام انتم بخير ان شاء الله، يدخل علينا بالصحة والراحة. امين امين. مرحبا بكم. آمين. عندنا هذه السيدة الفاضلة، والله جزائرنا هذه كلها لويز، بريباراتور فارماسي، طيبة الحلوى، ثم دبلومي لا باتيسري، اون بلوس دو سا راني درت بوشري. أيوة. باش نشجع كامل لي فام الجيريان باش حتى هما يديروا بلوزيغ ديز اكتيفيتي، باش نبينوا لهم بلي احنا جزائريات كابابل نديروا اي حاجه ونوقفوا ونفرضوا رواحنا. هي لازم المراه الجزائريه تكون قدوه لاي مراه، سوا ديزون جزائريه سوا ديزون من اي بلد. هذه هي يا جماعه الخير، انا في يدي حبه نتاع لويز. سهل، انتم اناس من لويز، أهل تلمسان الطيبين. لكن باش تحصل على هذه الحبة نتاع لويز هذه، يخصكم تجاوبوني على ثلاثة أسئلة، وتعرفوا عمكم جلال قلبه بيض، والله غير بيض وما بيان. أشكون اللي تشاركي معنا أنت الأولى؟ نشارك إن شاء الله الرحمن الرحيم، إلا كنت موافقة إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله، بحول الله. بحول الله. شدي هكذا الميكرو. هاني شديته. صح. تعرفين المسجد الأقصى؟ باينة. صح. من الذي فتح المسجد الأقصى؟ من الذي فتح المسجد الأقصى؟ شكون اللي يعرف فيكم؟ ما عنديش معلومة. نعم؟ طارق بن زياد. لا، ماشي طارق بن زياد، اسمح لي. أنا صلاح الدين الأيوبي. الله يرضى عليك. شفتوا الميكرو هكذا الحاج؟ شد هكذا الميكرو. صلاح الدين الأيوبي، هذا السؤال الأول. جبته وبرافو عليك، تبارك الله عليك. أروح غير قرب لي شوية باش يصوروك زين. صلاح الدين الايوبي، برافو. الله انت تخدم ولا قاعد ولا قاعد ونخدم هكا؟ قاعد وتخدم على باب الله. امسح في راسك ما شاء الله تبارك الله. هذه الاولى. سؤالي الثاني، انت راك من تلمسان وزرت سيدي بومدين الغوث. صح. سيدي بومدين الغوث مني وين زاد وين مزيود؟ ما عنديش معلومات. لا، سيدي بومدين وين زايد؟ الله يعلم بعلمه. الا في مضرومة. لا، ماشي في مضرومة. تقبلت؟ نعم تقبلت. لا لا، عاونوه شوية. تلمسانيين وراه الضريح نتاعو عندكم هنايا، وما تعرفوش وين زاد. نعم سي طاهر. زايد هنا في تلمسان. لا لا لا، تلمساني. لا 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 لا، ماشي في تونس. ماشي تلمساني هو. تلمساني هنا في النواحي تاع تلمسان. شوفوا نزيدكم، نزيد نساعدكم، نزيد نعاونكم شويه. سيدي بومدين عاش مده طويله في بجايه، مده طويله في بجايه. توفى هنا رحمه الله عليه وجميع موتانا وهو في طريقه الى السلطان، وكان تنبأ بالوفاه نتاعو. توفى هنا في تلمسان، لكن ماهوش تلمساني. صح، ماهوش مزيود في بجاية. هو صح، صعيب شويه، معليش. هذا سيدنا رمضان وراه ايوا. لا لا لا، مزيود في اشبيليا، في سيفي، في اسبانيا. صحيح. يسمى ذوك انت اعطيتني الاول والزوج. رنا صلي على النبي الحاجر. رنا في رمضان وراك انت جاوبتني على سؤال واحد فقط، وانا عاوندك في سؤال ثاني. معليش، هاك جلال قلت لك قلبها كبير. معليش، نقولوا جاوبتني على سؤالين. لكن انا هذا مهم جدا، باش كيما انا عرفت انايا، انتم تعرفوا وتبلغوا للناس اللي ما تعرفش. سيدي بومدين الغوث رحمة الله عليه وعلى جميع موتانا، شوفوا الصدف والقوة والعزيمة نتاع الناس. كي كان صغير كانوا أخوته، كان عندهم المال،
كانوا يضربوه باش يقولوا له انت تروح ترعى بالمال، هو صغير لا قرايه ولا حتى الكتابه ما يعرف حتى شيء، قالوا له تروح ترعى بالمال. لكن هو كل ما يمر على زاويه ولا يسمع قران كان يعجبه الكلام القران الكريم، ولا يفقه ولا ما يقراش، ما يعرف، كان غير يسمع القران الكريم يجي يروح للقلب وهو صغير. شوفوا غير بالشويه غير يمشي الزمن ويولي فقيه وزاهد في الدين، ويكون حوالي 1000 إمام، والدام معاه زهد في الدين ولا ما شاء الله يكون وكذا. السلطان الوقت هذاك، السلطان في مراكش اسمع باللي السيد هذا، الناس بدات تلايم حوله، بدا يفيق بالناس باللي راكم مضطهدين وراه هذا هو الدين الحق، الصليبيين ما عندهم حتى علاقة بالأرضنا هذه إلى آخره. السلطان بدا يفيق باللي السيد هذا غادي يدير له مشاكل مع السكان الأصليين، مع الجزائريين ومع إلى آخره. كي استدعاه لما جاء خارج من بجاية، شو ربي أعطيه كرامات، كاين ربي سبحانه عز وجل يمد كرامات للناس. وصل بجاويين هو رايح، قالوا له ما تمشيش، السلطان غادي يسجنك، غادي يقتلك، غادي يغدر بك، غادي. قال لهم انا، قال لهم لا بدنا نروح ولي امري ومن ديانتنا، لما يستدعيك ولي امرك تتنفذ تروح الطاعه. قال لهم ربما ما نرجعش، تنبأ بالوفاه نتاعو، مر على تلمسان وتوفي هنا في تلمسان. انا يبغوني، انا سامحوني، انا نبغي القلال الميزانين كيفي انا، يعني سامحني سي، ها انت عندك بوشري ساكين، ها ايوا ساكين، انت مسكينه متوسط، انت مسكينه متوسط، كنت فقيره وليت اه صح، ها انت عندك بوشري خونا ما عنده والو، لا معليش صافي بليزير، صح 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 الله يرضى عليك صاحبي، انا قلبي عندك استاذ الرياضيات، وين هذا انت استاذ في الرياضيات، قريت وحبس انا هحقك ونسلم لك على راسك، الله يسلمك، كاد المعلم ان يكون رسولا، تبارك الله عليك وربي يبارك فيك ويجازيك، وانت متزوج، الزوجه راهي عندك؟ عندي زوجه، عندي 3 اولاد، تبارك الله، قولها راني في التلفزيون في الشروق، قولها صحة رمضانك، قولها صحة رمضانك، وقولها الى ربي يوفقني هذه الويزه هذه نجيبها لك، قولها الى ربي يوفقني هذه الويزه نجيبها لك ان شاء الله. ايوا صحيح، لنفرض راني ساعدتهم صح، نساعدوه ولا لا؟ ياك نيشان نقولوا الاجابتين الاولى والثانيه جاوبهم، راح نعطيك واحد اللغز باه غير نبسطوها، راك صاي وجد يعاونك عمك جلال، الا نبدا نفتح برك حبه اللويز، بقى لك غير درجه واللويزة راهي عند الزوجة الصالحة، وغادي تفوت سيدنا رمضان هذا مريقل اللحم من عند اختنا بنص السوم، والمدام راح تجيها اللويزة، بقات لك غير الخطوة الثالثة، راح نبسطها لك، ولا انت عزيز على قلبي، وانا نحب الأساتذة والمدرسين، خطرنا وكل الناس اللي راهم يشوفوا فينا والمثقفين والدارسين والعلماء والأطباء والوزراء، هم اللي قرّونا، هم اللي وصلونا للدرجة اللي رانا فيها، لذلك على هذيك اللي سلمتك على راسك. الدرجة الثالثة. بصح ما تعاونوش أنتم، خلوني أنا. زاد شايب ومات ذايب. تلج. في كل الحصص اللي نديرها وفي كل الولايات اللي نروح لها، ربي يبعث لي واحد كيما هذا يا يعني. رمضان كريم، كل سنه وانتم بخير ان شاء الله، معليش انت تلميذك، واش قلت الاجابه؟ ثلج. ايوا تبارك الله، صح. كاينه حاجه اخرى ثاني، تزيد شايبه وتموت ذايبه، وباغي ديرها في الشوربه اللي تعطيها لك تاع اللحم.
الشربه كي تاكلها غير بسياس غير بسياس الشحمه كاع كوليسترول. النبي وصلنا عليهم عليه الصلاه والسلام يقول لك احذروا الابيضين الملح والسكر. صحيت واش نديروا في الشربه؟ الملح. اللهم صل على النبي الحبيب. تحيه لخونا لاستاذنا والله رحيوه ما شاء الله. صحتك شنتو هكذا شنتو هكذا باليمين. قول للزوجه الصالحه راهي تشوف فيك. قول لها شوفي رمضان هذا قولي ها قول لها ها راجلك ها راس يا جبلك. قول لها في الميكرو في الميكرو في الميكرو. مرتي العزيزه ان شاء الله هذا رمضان ها واش جبتك. مرتي العزيزه عاد تضربك يا عساك هكذا. استاذ الله يسلمك استاذ الله يسلمك نزيد نسلمك على راسك. ربي يحفظك امين ويبارك فيك ويرزقك بالصحه والهنا والعافيه ويطول عمرك وبالبركه. حب مدام كوني فخوره بهذا الرجل الطيب الكريم. اللويزه جات اللحم من عند اختنا اول جزاره نلتقي بها انايا اول بوشيه اللحم بالنص. تعهديني هاكي تعرفي الانترنت نتاع الاساتذه نتاعنا راهي الله يرضى عليك ماشي بالخساره. بصح منين نشري من الباطوار هكذا بارك الله فيك سي عبد القادر الله يرضى عليك ويجازيك. السلام عليكم ان شاء الله. رمضان كريم وكل سنه وانت بخير يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم.